السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشقة غرفة وصالة، هاي مننا حمام، هاي الصالون مثل ما تشوفون، هاي الصالون هاي مطبخ، مطبخ أمريكي. من أنا غرفة النوم، هاي غرفة النوم وعلى الشارع منها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي الشقة ثلاث غرف وصالة، 160 متر. هاي من هنا مطبخ مثل ما تشوفون، هاي مطبخ، هاي اطلالتها على داخل المجمع، منطقة بيليك دوزو بالمركز، مقابل كريستال شهير، قريب على المتروبوس تقريبا 3 4 دقائق مشي. من هنا الصالون، هاي الصالون هاي من هنا الصالون سوى فيها ديكورات. من هنا حمام مثل ما تشوفون، هاي حمام، هاي غرفة النوم، هاي غرفة النوم، هاي غرفة النوم الثاني. من هنا غرفة النوم الثالث، اطلالات، هاي اطلالة، اطلالة داخل المجمع. بيليك دوزو جمهورية محلسين بالمركز، من هنا تواليت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي الشقة ثلاث غرف وصالة، مساحة 171 متر، وإطلالات ثلاث إطلالات عليها. هاي مطبخ، ومطبخ وفيها بارد وحار، إطلالة على البيزاج داخل المجمع. الشقة فيها إطلالات روعة. من هنا صالون، هاي الصالون، من الصالون اطلالة على الوادي مثل ما تشوفون، اطلالة على الوادي، هاي اطلالة عليها. من هنا على المجمع اطلالة، هاي غرفة النوم فيها بالكون، هاي بالكون، من هنا حمام، هاي غرفة النوم الثاني، فيها مكان الألبسة، مكان الخزانات، هاي مكان الخزانة، مكان الألبسة، هاي مكان الغسالة كمان.
هاي غرفة النوم الرئيسي، حمام ماستر. هاي حمام ماستر، هاي طلالتها من خلفي مثل ما تشوفون، اطلالة على الوادي. الشقة جاي زاوية ركن، اطلالتها روعة. هاي مكان كمان خزانة ألبسة. المساحة الشقة 171 متر، شي روعة.